السلام عليكم. اليوم نروح نتكلموا على المشروع تاع التوسعة تاع مترو الجزائر العاصمة، واللي التوسعة هذه فيها 3 أجزاء. اليوم نتكلموا على الجزء الأول تاع التوسعة هذه، واللي يقع ما بين محطة ساحة الشهداء ومحطة شيفالي هنايا. إذن هنا نشوف بالأحمر المخطط نتاع التوسيعة، وهنا بالبرتقالي هذا الخط القادم نتاع المترو اللي يصل إلى مستوى محطة ساحة الشهداء هنا. إذن هنا بالأحمر نشوف بأن الدراسة انتهت بالنسبة لهذا الجزء نتاع المترو، وين المحطات تم اختيار المحطات على حسب المخطط هذا. إذا وسوف نعرفكم بهذه المحطات في الخارطة والموقع الحقيقي تاعها، بالتدقيق. إذن نبدأ بالمحطة الأولى، هي محطة طالب عبد الرحمن هنا على مستوى الكتاني. ثم وللعلم كما نعرف أنه ما بين محطة ومحطة فيه فوهة نتاع التهوية، بوش تايراسيون. إذن نروح من محطة لمحطة. إذن نبتدئ من محطة طالب عبد الرحمن، إذن بمنطقة الكتاني، ثم عندنا محطة تهوية هنايا، ثم نروح المحطة الثانية في هذه التوسيعة، هي محطة تروازورلوش، إذن في باب الواد. ثم عندنا محطة تريولي هنا، محطة تريولي. ثم نروح إلى محطة محطة تياتر دو فيردور، تياتر دو فيردور هنا، محطة تياتر دو فيردور مسرح الهواء اللي يقع أسفل فندق الأوراسي. ثم عندنا محطة ملكة قايد هنا، محطة ملكة قايد. ثم عندنا محطة ساحة كينيدي بالبيير، إذن محطة ساحة كينيدي. ثم عندنا محطة نتاع جامعة الطب، كلية الطب هنا، و المحطة ما قبل الأخيرة هي محطة شوفالي هنا، لينتهي الخط بتاع التوسعة هذه المنطقة هذه في إذن منطقة شوفالي. إذن هذه هي التوسعة نتاع المترو جزائر العاصمة باتجاه شوفالي، وهذا الجزء الأول نتاع التوسعة، وللعلم أنه فيه 2 أجزاء أخرين ثانية باتجاه أولاد فايت وبير خادم. إذن هذا هو المشروع، وهذه المحطات نتاع التوسعة نتاع مترو الجزائر العاصمة بعد ما تمت الدراسة نتاعها. إذن إن شاء الله تنطلق الأشغال في الأشهر القليلة القادمة. إذن هذا هو التراجي ديفينيتيف، مسار التي تم الاتفاق عليه قبل البدء نتاع الأشغال. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.